نقطة هقولها لك، بس احنا قلنا نلحقه لأنه عنده ماتش بكرة، وهو يعني ايه فرق قوي مع النادي الأهلي السنة اللي فاتت. هداف الدوري، مش عارف مين هداف الدوري السنة اللي فاتت؟ ما انا ما كنتش موجود السنة اللي فاتت. موجود السنة اللي فاتت السنة ايه؟ اللي فاتت دي السنة اللي خدته فيها الدوري دي، السنة اللي فاتت الدوري اللي فات وسام، ده، وسام أبو علي يا عم الحاج، وسام اه وسام وعنده عنده ما انت بتقول لي ماتش عنده بكرة ماتش كده. بكرة مع منتخب فلسطين. فلسطين. كابتن أسامة أبو علي، مساء الفل عليك. جمان يا مام، جمان. جمان جمان. لا ترجمولي وانا مش عارف. عامل ايه يا جمون كابتن؟ ديك كلمة بالدنماركية زي صباح الخير كده. جمان جمون. جمون اما هو دنماركي. ازيك يا وسام؟ الحمد لله يا كابتن، انت ازيك عامل ايه؟ الحمد لله، مبروك على الموسم الجميل يا وسام الحقيقة، والافتتاحية الرائعة للموسم الجديد يا وسام. الله يبارك فيك يا كابتن. شكرا شكرا. طيب بس قول تاني. يا اخويا عامل ايه؟ عامل ايه؟ نور الشاشة ان شاء الله. حبيبي وحشني والله. والله انت واحد امام، لو مش هتكلم كويس مع عادي ما تتكلمش. هو جد ما بيعرفش يتكلم عربي يا جد. ليه ما بيتكلم ما عربي؟ زي بيعرفش والله، ده بيتكلم هو عربي كده اهو. خفيف كده. لا لا بيتكلم عربي احسن منك، ما تبوظناش الزبون يعني. عامل ايه؟ طمنا عليك في المنتخب. الحمد لله متابع كويس. الماتش بكره ان شاء الله. ان شاء عندكم الله مين بكره ربنا يا معانا. وسام؟ نكسب الماتش بكره مع مع مين؟ عمان. مع عمان. بالتوفيق ان شاء الله وربنا يوفقكم. وسام بتلعب وراك امام لعيب مهم جدا، هداف الدوري. قول لي التفاهم اللي بينك وبين امام، ايه اللي بيميز امام عاشور؟ ايه اللي فارق امام عاشور والتفاهم اللي بينك وبينه؟ كابتن بوز، زمان في حاجات كتير، بس طبعا يعني زي ما شفنا الاسبوع الماضي احسن لعيب في مصر، وانا طلعت قلت قبل اخر مره كنت معاك لو انت بتفتكر. نعم. بص امام من اي ثانيه بيخلق لك جول، لا الك او لزميلك او لاي حد، يعني نعم. الكوره برجليه اي منافس بيعرف الكلام ده. وغير كده يعني انا مش عايز اتكلم عن امام لعيب الكوره دلوقتي، يقول لك الشخصيه ما شاء الله من اول ما دخلت النادي معاي زي العسل والله. والله بيحترمني قوي وبيساعدني وكل يعني اي وقت وسام عايشي. انا بفتكر قبل الماتش اللي انا لعبت فيه في غانا، نعم مش بفتكر مع مين، مديامة. انا اكلت ضربي. ايوه بالظبط، انا اكلت ضربي في التمرين وكنت راجع من اصابه خلفيه. ايوه اول واحد يدخل لي ويكلمني كويس ويقول لي ان شاء الله خير وهسافر بكره وتنزل وتلعب ماتش كويس هو امام. نعم. وكان عنده ماتش وكان هيروح ويلعب دي بتواجه امام انه بيفكر بزمايله بريه الملعب اكثر من بيفكر بنفسه. نقدر نقول عليه انه حد طيب، قلبه طيب. امام حبوب اصلا، شخصيه هيك حبوبه وعشان هيك عنده جمهوريه كبيره اصلا. حلوه الجمهوريه دي. والله الحمد لله يعني. طيب اهم ما يميز امام في الملعب، يعني بيفهمك بالعين بالنظره التحرك، لانه شغلك كله على امام، على قفشه، على الاطراف. التفاهم بينك وبين امام ازاي في الملعب؟ بص هو الكوره الواحد باخد قرار في ثانيه. نعم. مرات انا باجي يمين وامام بيروح شمال، ودي بتحصل في اكبر انديه في الدنيا كلها. نعم. بس انا بعرف كل ما الكوره تكون مع امام انا هاجري في حته، الله اعلم تجي لي الكوره ممكن نروح انفراد. نعم. بس الميزه اللي بحبها في امام في الملعب هو معاه الكوره هيلاقي حل، هو هيلاقي حل، لو ما فيش حل هيروح اثنين ثلاثه واحنا كلنا عارفين. ايوه. وبحب كمان برضه بيكلمني كتير في الملعب بيقول لي وسام في الحته دي انزل 1 2 معايا هنا اجري كده. وزي ما الناس شايفين الصراحه يعني احنا لعبنا ماتشات كتير مع بعض بالضبط. احنا الحمد لله يعني كسرنا الدنيا اخر موسم. انا سمعت ناس كتير بتكلم علي وعلى ضغطي وكده، بس من دون يعني لعيب زي امام كده نضغط على الدفاعيه مش الدنيا هتكون صعبه. فبرضه لازم الواحد يشكره على التعب اللي هو بيعمله الدفاع الصراحه. امام ايه اللي بيميز وسام؟ يعني وسام في نص موسم ياخد هداف الدوري، انت صنعت له اهداف في الشحات، طاهر، بيرسي، رضا، قفشه، كلكم بلا استثناء، لكن انت لانه زي ما بيقول كده انتوا مرتبطين ببعض في الملعب، انت تروح يمين وتروح شمال او العكس، او ايه اللي فارق مع وسام وايه اللي بيريحك في لعبه؟
لا طبعا يا كابتن وسام من اللعيبه الجامده جدا اللي لعبت معاها. نعم. دايما يا كابتن انا بحب العب لما بيبقى في سترايكر قدامي بيفهمني من نظره. ايوه. هو وسام كده، وسام وكهربا كده الاثنين. بس وسام عنده الحته اللي هي الاولى، السبرنت بتاعه الاول بيفرق عن اي حد. فانا وسام بفهمه من النظره يا كابتن. وبعدين وسام من نوع لو هو جاله مثلا 4 فرص ممكن يجيب 6 مش 4. ايوه نعم. ما شاء الله عليه. طبعا انا بشكره طبعا على الكلام اللي قاله عليا. وربنا يكرمك طبعا ان شاء الله بكره في الماتش وتجيب سوبر هاتريك ان شاء الله. ويوفقك معانا ان شاء الله، ربنا يكرمك معانا ان شاء الله وتاخد هداف الموسم السنه. قلت ايه لامام بعد الهدف اللي جابه في العين يا وسام، وشفت هدفه في العين عمل ازاي؟ بصراحه كابتن اقول لك الجول ده جول جميل، جول طبعا. فرقه. نعم. بس اول ما انا شفت، اول ما انا لفيت بكوره وبصيت لطاهر انا حسيت انا اخدت قرار غلط اصلا. اول ما بصيت والله اول ما بصيت لطاهر انا شفت على الشمال اللي شفت الملعب فاضي، نص ملعب لوحده. فربنا كرمه وجات الكوره من طاهر كويس. قبل اليوم بالتمرين انا زي ما امام قال في استاد القاهره نتمرن، جاب جول شبهه في التمرين. في التمرين. في يوم. يعني جول من احلى جوال انا شايفها. يعني ربنا مع الحمد لله، وانا مبسوط ليه كتير كتير بعد الفتره اللي كنا فيها وضغطات الماتشات وماتشين زمالك والحاجات دي. ماتش العين ده كان نفس كويس لينا كلنا، ومبسوط جدا ان امام سجل جول وعمل ماتش حلو كمان. قوي 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 عمل ماتش قوي، يعني ده كمان حاجه مهمه جدا غير الجول. امام كنت حاسس ان وسام ممكن ياخد هداف الدوري نص موسم وقت صعب لسه جاي جديد ما تاقلمش مع الفرقه، وامتى بقى حسيت انه لا ده الدنيا ماشيه وممكن فعلا يكمل كده؟ لا دلوقتي يا كابتن في لما احنا عرفنا وسام، وسام قادر على كل حاجه بصراحه. الله ربنا يحميه طبعا ويكتر من اجوانه طبعا يا رب. لكن قبل ما يجي طبعا يعني كانت صعب جدا ان يجي في نص موسم وياخد هداف الدوري. صحيح. بس لما الواحد بيلعب مع وسام او بيتعرف على وسام اكتر، يقول ان وسام يقدر يبقى هداف الدوري. ايه اهم اللي بيميزه جوه ال 18؟ ان هو كابتن اي كوره قدامه، يعني اي كوره قدام الجون او في ال 18 هو عايز يجيب، يعني كل همه ان هو يجيب اجوان. نعم. طماع على الجون، يعني طماع مش كلمه، يعني مش كلمه وحشه. لا بالعكس، المهاجم الطماع ده مهم جدا. لا ما تفهمش غلط. لا طماع يعني بتحب تجيب اجوان قوي، دي ميزه حلوه فيك. انا عارف افهمها لك لما تيجي. طيب وسام الموسم ده، يعني السنة اللي فاتت ما شاء الله كل البطولات من فضل الله سبحانه وتعالى، الموسم ده شايفه صعب أصعب من السنة اللي فاتت؟ الدوري سريع جدا جدا، الأهلي مش مشارك في بطولة كأس مصر، عندنا بطولة أفريقيا، عندنا كأس التحدي، عندنا كتير من التحديات، شايف الموسم عامل إزاي يا وسام؟ كابتن طبعا ضغط ماتشات كتير وبطولات كتير، بس انا بصراحه انا جديد في الموضوع ده، وفي حياتي بلعب بلاد ماتشات ولاد بطولات. فطبعا تعب، وانا هقول لك اكيد يعني كل موسم هيكون اصعب من الثاني. ده صحيح. الفرقه هتتعرف عليك كلاعب وكفرقه فهقول لك كلمه، هقول لك احنا نادي الاهلي، ونادي الاهلي بصراحه انا حسيت الفتره الاخيره انه بيلاقي حل باي موقف بيكون موجود. بيلاقي حل. حلو. ان شاء الله ربنا يكرمنا يا رب. ان شاء الله نكسب كل البطولات اللي ندخلها، واللعيبه كلها امام وانا والفرقه كلها ان شاء الله نتوفق باي ماتش من جالفين ان شاء الله. امام دلوقتي بيتردد ان وسام عنده عقد خارجي واحتراف، هو طلع معانا من كام يوم في الحفله بتاعت دير جيست وقال والله يا جماعه انا موجود في النادي الاهلي، انت شايف انه استمراره في النادي الاهلي ولا احترافه، خاصه ان هو دلوقتي بقى من الناس اللي بتعشقهم جماهير النادي الاهلي؟ لا طبعا انا كواحد من اللعيبه طبعا اكيد عايز وسام معانا على طول. نعم. بس ده مستقبله برضو، ده قراره الاول والاخير. نعم. بس احنا احنا بنحبك يا وسام طبعا.
اللعيبه كلها بصراحه بتحبه وعايزينه طبعا يكمل معانا ان شاء الله. وسام، هل فعلا في اي عقود؟ هل في انت بتفكر في الاحتراف الخارجي؟ كابتن بوس، انت عارف الكوره عامله ايه بالظبط. نعم. والحمد لله الواحد لما الدنيا تمشي معاه هيكون في كلام كتير. نعم. بس انا ولا كلمت مع حد ولا حد كلمني شخصيا، ومش هتكلم بالموضوع كتير. يعني انا موجود في النادي الاهلي، وزي ما قلت لك يعني ربنا يوفقنا ونكسب البطولات اللي جاي. نعم. وانا يعني انا ايام المنتخب مركز على الماتش اللي جاي، ولما ارجع مع الاهلي ان شاء الله بخير ونلعب الماتشات. يعني مفيش اي تفكير بالطريقه دي. انا لي هنا موسم ونص موسم يعني، ولسه ما شفتش اي حاجه في النادي الاهلي. حلم ان الواحد يبقى تاريخ حلو في النادي الاهلي، وده شرف ليا اكون موجود في النادي الاهلي. حبيبي يا وسام، وتحياتنا للمنتخب الفدائيين، وتمنياتنا لكم بالتوفيق يا رب ان شاء الله. طبعا انتوا وعمان يعني منتخبين اخوه بالنسبه لنا، لكنه طبعا بالنسبه لك بنتمنى لك التوفيق يا رب والنجاح. المنتخب الفلسطيني بيلاقي تعاطف من كل الناس الحقيقه، لان انتوا فعلا فدائيين بجد يا وسام. شكرا يا كابتن، شكرا جدا. تمام، شو رايك بالعربي النهارده؟ كويس؟ كويس كويس. لما تجيلي شكرا يا وسام، بشكرك.